بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني أن أكون في هذه اللحظات معكم لنقدم سويا مفردات المتعلقة بمادة محاسبة شركات الأشخاص. طبعا نستعين في تقديم هذه المادة بالشرائح المعدة سلفا، وهي عبارة عن ملخص لكافة محتويات المقرر. طبعا نبدأ كالعادة ضرورة اللي هو إلقاء نظرة على محتويات المقرر، والمكون طبعا من سبع وحدات. أتى طبعا أو يأتي في الوحدة الأولى منها اللي هو مدخل مفاهيمي طبعا إلى محاسبة شركات الأشخاص، عبارة عن مجموعة من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بهذه المادة، مادة محاسبة شركات الأشخاص، وما يرتبط بها من مفاهيم ترتبط بالمعالجات المحاسبية فيها. طبعا في الوحدة الثانية بنتناول اللي هو المعالجات المحاسبية لرأس المال، ومن ثم طبعا بننتقل بعد ذلك الوحدة الثالثة، وفيها حديث حول اللي هو قياس الأرباح والخسائر. ووصولا للأرباح والخسائر طبعا بنمر بعدة مراحل، بنتحدث أولا فيها حول المسحوبات الخاصة بالشركاء، وأيضا اللي هو مكافأة الشريك، وأيضا اللي هو قرض الشريك، بالإضافة إلى الحساب الجاري وفائدة رأس المال والتأمين على حياة الشركاء، وانتهاء اللي هو بالحسابات الختامية. في الوحدة الرابعة من هذا المقرر سيكون إن شاء الله تعالى معنا اللي هو المعالجات المحاسبية لإعادة تنظيم اللي هو الشركات، وعلى وجه التحديد منها طبعا مع التركيز على شركات التضامن، ما يتعلق طبعا بتعديل رأس المال، طبعا سواء كان تعديل رأس مال زيادة أو نقصا، أي تخفيض أو زيادة رأس المال. أيضا المعالجات المتعلقة في حالة انسحاب شريك، أو في حالة اللي هو انضمام شريك جديد، أو أيضا كما هو أيضا في حالة وفاة أحد الشركاء. في الوحدة الخامسة من المقرر اللي هو بنتناول فيها المعالجة المحاسبية لشهرة، أي شهرة الشركة، كيف تنشأ هذه الشهرة وكيف يتم معالجتها محاسبيا. في الوحدة السادسة منها بنستعرض سويا اللي هو ما يتعلق بتصفية الشركات، أي كيف يتم اللي هو تصفية حسابات الشركة، أي انتهاء أو إنهاء اللي هو المعاملات المالية الخاصة بهذه الشركة. والوحدة الأخيرة وهي السابعة سنتناول فيها المحاسبة في شركات المحاصة، باعتبارها لها خصوصية تتميز عن غيرها من الأنواع الأخرى، شركات في شركات الأشخاص، وهي شركة التضامن وشركات اللي هو التوصية. بداية طبعا ندخل سويا إلى الوحدة الأولى. طبعا واضح أمامكم من الكتاب المقرر هي عبارة عن مجموعة من المفاهيم النظرية، وقعت طبعا في الكتاب تقريبا في 40 صفحة. بنحاول نحن نعطي ملخص سريع حتى نترك الموضوع هذا أكثر اللي هو لإطلاعكم وقراءتكم له. طبعا بداية يمكننا القول أن أساسا وجود اللي هو المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص أو شركات الأموال هو مرتبط أساسا أو ارتبط أساسا اللي هو بمستوى التطور الاقتصادي وحجم النشاط الاقتصادي. فالإنسان منذ بداية اللي هو الخليقة الأولى مارس النشاط الاقتصادي، ولكن بصور مختلفة، كانت صور بدائية وهكذا تطورت حتى وصلنا إلى ما هو عليه نحن اليوم، من اللي هو الاستخدام الواسع للكمبيوتر في العملية اللي هي التجارية والاقتصادية بصورة عامة. طبعا نشوء شركات الأشخاص كان هو ضرورة، ففي البداية كان المشروع الفردي كما نحن درسنا في المحاسبة المالية، وكان هو اللي هو يحتاج فقط إلى مجهودات شخص واحد،
سواء كان ما يتعلق برأس المال أو عملية الإدارة، وبالتالي كان وجود المشروع الفردي. ولكن تطور النشاط الاقتصادي أوجد ضرورة، فحجم المشروعات أصبحت كبيرة وتحتاج إلى تمويل كبير يفوق له قدرة الفرد، وبالتالي كان لابد من إيجاد صيغة معينة تحتوي هذا النشاط وتتمكن من اللي هو إدارته، وهو وجدت بالتالي اللي هو شركات الأشخاص كنوع من اللي هو النشاط أو كشكل من الأشكال القانونية اللي هو النشاط التجاري. طبعا حتى شركات الأشخاص نفسها في فترة معينة أو في بعض الأنشطة تصبح غير قادرة على اللي هو توفير التمويل اللازم للنشاط الاقتصادي أو لنشاط هذا المشروع أو ذاك، وبالتالي وجدت أيضا اللي هو نموذج آخر ما يسمى بشركات الأموال، ويأتي على رأسها اللي هو شركات المساهمة. طبعا هذه مقدمة بسيطة حول اللي هو نشوء اللي هو الشركات الأشخاص. نأتي للتعريف. طبعا التعريفات عندكم في الكتاب أوجد تعريفات كثيرة، وممكن نجد في مراجع وفي كتب كثيرة اللي هو مجموعة من التعريفات، ولهذا ممكن نلخص نحن نقول أنه يمكن اللي هو أن نعرف الشركة بصورة عامة أولا كشركة بأنها هي عبارة عن اتفاق. هذا الاتفاق طبعا يكون بين شخصين أو أكثر على القيام بعمل مشترك. هذا العمل يهدف إلى تحقيق غرض معين، ليس بالضرورة أن يكون اللي هو هدف اقتصادي وتحقيق الربح، قد يكون هدف اجتماعي، قد يكون هدف خدماتي وغيره من توفير خدمات أيضا ده. ولكن طبعا هذا بصورة عامة بالنسبة للشركة. أي اتفاق ما بين شخصين أو أكثر يتم اللي هو إبرامه في سبيل تنفيذ عمل مشترك تجتمع اللي هو فيما بينهم الإرادة على أن يقوموا بهذا العمل لتحقيق إيش الغرض الذي أنشئت من أجل هذه الشراكة. ولكن طبعا نحن بنركز أكثر على ما قاله المشرع اليمني في تعريف اللي هو الشركة التجارية. الأول هو تعريف الشركة بصورة عامة، ولكن الشركة التجارية طبعا كما جاء في القانون اليمني بشأن الشركات عرف بأنها عبارة عن عقد، ووضعت هنا أنا تحت كلمة عقد خط يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشترك كل منهم في مشروع تجاري. في مشروع تجاري هنا ركز، كنا في البداية نتكلم عن أي عمل يشترك أو يهدف إلى تحقيق غرض معين، ولكننا نركز على عمل إيش تجاري. انتقلنا إلى مرحلة أخرى بحصة من مال أو عمل. الاشتراك يكون من خلال الاشتراك بحصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع أو هذا العمل من ربح أو خسارة. طبعا في هنا ثلاث مقومات رئيسية في هذا التعريف، اللي هو أولا وجود ضرورة إلزام وجود عقد، وهذا العقد طبعا لابد أن يكون مكتوبا وموثقا لدى الجهات الرسمية، وهذا سنأتي إليه طبعا في تفاصيل عندما نتحدث حول اللي هو إجراءات تكوين شركات الأشخاص. أيضا النقطة الثانية تتعلق هي بممارسة النشاط التجاري، ويجب أن نكون أيضا النشاط كما هو في القانون، النشاط هذا إيش موافق للقانون ولا يتعارض طبعا مع أحكام القانون. ففي الدول نحن العربية والإسلامية طبعا مثلا شركة لإنتاج الخمور طبعا هذه من محرمات، وبالتالي هذا النشاط محرم في بعض القوانين في بعض الدول، بعض الدول ممكن يكون مباح، وبالتالي بالنسبة لنا نحن كمشرع يمني لابد يشترط في تفاصيل متعلقة بإنشاء الشركة أن يكون هذا النشاط اللي هو مجاز قانونا وحلال وغير منافي لأغراض الشريعة الإسلامية أو لأهداف الشريعة الإسلامية. أيضا اللي هو النقطة الثانية هي أن يشتركوا بحصة من مال أو عمل، بحيث أنه يكون عملية الاشتراك من خلال لتمويل نشاط هذه الشركة بتقديم اللي هو حصة من مال أو عمل، أي أنه رأس المال ممكن يقدم بصورة نقدية مال، أو يكون اللي هو أيضا بصورة اللي هي عينية من خلال تقديم أصول أو عمل، أي أن يكون مشاركة هذا الشخص من خلال اللي هو ما يمتلكه من خبرات، وبالتالي يقوم به بإدارة الشركة وبالتالي يحصل على حصة من رأس مال هذه الشركة. وأيضا النقطة الأخيرة من هذا التعريف هو اقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. طبعا أي نشاط تجاري هو أساسا هدفه اللي هو تحقيق الربح، ولكن نتيجة هذا النشاط هل هي ربح أو خسارة هذه مرتبطة بعوامل أخرى تتعلق بطبيعة النشاط ومستوى اللي هو تحقيق الإيرادات في هذا المشروع أو ذاك، وأيضا في مستوى اللي هو السيطرة على المصروفات التي من خلال المقابلة بينها وبين الإيراد يتحقق اللي هو إيش الربح.
بننتقل بصورة سريعة إلى أقسام وأنواع اللي هو الشركات. طبعا الشركات التجارية هي عندنا في تقسيمات مختلفة ممكن نجدها في كثير من المراجع، ولكن نحن بنركز على التقسيم كما ورد عندنا في القانون اليمني، وأيضا كما أشار له اللي هو الكتاب المقرر إلينا، هي نوعين أو قسمين رئيسيين، هي شركات الأشخاص وشركات الأموال. شركات الأشخاص وشركات الأموال. طبعا شركات الأشخاص طبعا عرفها عندنا القانون أن الشركات التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي، أي على أساس الثقة المتبادلة ما بين الشركاء المكونين أو الأشخاص المكونين لهذه الشركة. وهي طبعا هنا إذا المكون المحور الرئيسي لقيام هذا النوع من الشركات اللي هو أساس إيش؟ العلاقة الشخصية ما بين اللي هو الشركة، وبالتالي وجود هذه الشركة من أو انتهاء عملها يرتبط أيضا بوجود الأشخاص أنفسهم. وهي طبعا على ثلاثة أنواع. النوع الأول اللي هو شركات التضامن، وهي طبعا بنتم التركيز عليه بشكل أكثر في المعالجات المحاسبية، وأيضا شركة التوصية البسيطة، وأيضا اللي هو النوع الثالث هو شركة المحاصة. القسم الثاني من الشركات طبعا اللي هي شركات الأموال. طبعا هذه النوع من الشركات إذا كان الأولى تقوم على أساس الاعتبار الشخصي والعلاقة الشخصية، فإن شركات الأموال تقوم على أساس الاعتبار المالي، أي على مقدار اللي هو ما تقدمه من مال، وليست على أساس إيش العلاقة الشخصية بين الشركة. وبالتالي فإن وجود الشركة ككيان ليس مرتبط بوجود الأشخاص، ولكن على أساس اللي هو ما يقدمه كل منهم من اللي هو من مساهمة في رأس مال هذه الشركة. وهي أيضا على ثلاث أنواع، وبنركز أيضا نحن بدرجة رئيسية على شركات المساهمة باعتبارها النوع الرئيسي من أنواع شركات الأموال، وأيضا اللي هو النوع الثاني شركة التوصية بالأسهم، وممكن نوضح ما يعني شركة التوصية بالأسهم لاحقا، وأيضا اللي هو شركات ذات المسؤولية المحدودة. هذه اللي هي من حيث التقسيمات أو الأنواع المختلفة لشركات للشركات بصورة عامة، سواء كان شركات الأشخاص أو شركات الأموال. الآن دعونا ندخل قليلا بشيء من التوسع في طبيعة اللي هو شركات الأشخاص وأقسامها المختلفة. طبعا سما هو سبق أن عرفنا عن شركات الأشخاص بأنها تلك التي تقوم على أساس العلاقة الشخصية بين الشركاء، ويكون طبعا أيضا نفس الشيء أنه رأس المال فيها مقسم إلى حصص. شركة التضامن طبعا شركات الأشخاص طبعا مكون رأس المال فيها مقسم إلى حصص، وهي زي ما سبق وذكرنا ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. النوع الأول اللي هو شركة التضامن، شركة التضامن، وهنا طبعا في عندنا تعريف قانوني ورد في القانون اليمني، وعرف الشركة التضامن أنها الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها. ماذا نفهم من هذا التعريف؟ نفهم أن الشركاء يصبحون مسؤولين عن اللي هو أي التزامات، متضامنين جميعا كلهم عن اللي هو ديون الشركة، العقود التي توقع الشركة مع الغير، أيضا الالتزامات التي المالية التي تدخل فيها الشركة مع الغير. وبالتالي فإن الوفاء بديون الشركة، وأيضا تنفيذ العقود المبرمة مع الغير، وأيضا الوفاء بالالتزامات تصبح مسؤولية تضامنية، أي أن جميع الشركة مسؤولين في اللي هو بالوفاء بديون هذه الشركة. جميع اللي هو الشركة مسؤولين عن تنفيذ العقود المبرمة، وأيضا جميع الشركاء المسؤولين عن الالتزامات اللي تترتب على نشاط الشركة من قبل إيش الإدارة. طبعا هذا الالتزام ممكن يصل حتى إلى الانتقال إلى الأموال الشخصية للشركة لسداد ما عليها هذه الشركة من التزامات في حالة عدم كفاية الأموال الخاصة بالشركة اللي هو سداد الديون أو اللي هو تنفيذ العقود والالتزامات المترتبة على نشاط الشركة. شركة التوصية البسيطة طبعا وجاء في القانون بأنها تتكون من فئتين من الشركاء، في شركاء اللي هم مسميهم متضامنين، وهنا يتشابه كما في حالته هو شركات التضامن، بالتالي يصبح الشركاء المتضامنين مسؤولين أمام الغير عن اللي هو ديون الشركة وعقودها والتزاماتها، فممكن في حالة عدم اللي هو كفاية الأموال الخاصة بالشركة ممكن ننتقل إلى الأموال الشخصية لهم. ولكن الصنف الثاني من الشركة هو الشركاء الموصون، وهم فقط مسؤوليتهم هنا تنحصر في مقدار ما قدموه من مال لهذه الشركة كحصة في رأس مال هذه الشركة. النوع الثالث والأخير هو شركة المحاصة، وهي طبعا عرف القانون بأنها شركة مستترة، أي غير ظاهرة، وينحصر كيانها فقط بين المتعاقدين لصفقة أو صفقات محددة. يعني هذا أو بمعنى آخر نقول أن الشركات اللي هي المحاصة
شركات اولا هي لا تسجل حتى قانونا، يعني ليس يكون هناك فيها عقد مكتوب ولا عمليه اشهار، وبالتالي فهي شركه مستتره، اي كانه اتفاق داخلي يتم ما بين شخصين لفتره ايضا محدده، يقوم مثلا كان في صفقه معينه بيدخلوا فيها نفرين او اكثر، شخصين او اكثر، وبالتالي بمجرد انتهاء الغرض الذي انشات من اجله تنتهي هذه الشركه. واحيانا قد تكون لعده صفقات، ولكن هي حد الادنى تكون ليش لصفقه معينه واحده، وفي كل الاحوال هي لها اللي هي فتره محدوده فقط لبقائها، ولا يتطلب اللي هو عمليه اشهارها وتسجيلها لدى الجهات الرسميه. طيب اذا لابد لنا من خلال التعريف اللي اوردناه ومن خلال اللي هو التقسيمات المختلفه ممكن نتوصل الى ماهيه خصائص شركات التضامن، واهم خاصيه لها انه مثلا اسم الشركه يكون مشتق من اسماء الشركه. كيف هذا؟ يعني عندما نحن بصدد عنوان اللي هو تحديد اسم الشركه، نقول مثلا شركه محمد وشركائه، او شركه محمد وعلي وشركائه، يعني انه اسم الشركه يكون مشتق من اسماء الشركاء انفسهم. بالتالي من خلال الاطلاع على اللي هو اسم الشركه يتبين لي انا مباشره كمختص ان هذه الشركه هي عباره عن شركات، شركه اشخاص، وعلى وجه التحديد منها هي شركه تضامن. الصفه الثانيه الصفه القانونيه للشركه، اي انه طبعا يجب ان يكونوا الشركاء المساهمين او الذي يمتلك حصص من اللي هو راس مال هذه الشركه ان يتمتعوا بصفه التاجر. اي في حاله المشروعات الفرديه ليس بالضروره ان يكون اللي هو صاحب المشروع يتمتع بصفه التاجر، ولكن في حاله الشركات الاشخاص وعلى وجه التحديد انها شركه التضامن يجب اللي هو ان يكون لهم الشركاء يتمتعوا بصفه القانونيه، اي صفه اللي هو التاجر. والتاجر طبعا عليه مسؤوليات فيما يتعلق ب اللي هو التسجيل والاشهار، وايضا اللي هو مسك الدفاتر والسجلات القانونيه التي ينص عليها القانون التجاري. النقطة الثالثة أو الصفة الثالثة أو الخاصية الثالثة من خصائص الشركات التضامن هي المسؤولية التضامنية للشركة، أي أن المسؤولية الشركة في الالتزامات والديون المترتبة على الشركة تكون مسؤولية تضامنية، أي أن لا تكون على واحد دون الآخر، ولكن الجميع مشتركين في الوفاء بالتزامات هذه الشركة وتنفيذ العقود المبرمة مع الغير، وأيضا سداد الديون المترتبة على المعاملات المالية الخاصة بهذه الشركة. وطبعا حتى ممكن أن ينتقل هذا اللي هي المسؤولية حتى إلى أموالهم الشخصية. النقطة الرابعة والأخيرة اللي هي عدم قابلية الحصص للتداول. فرأس المال الخاص بشركات التضامن مقسم مثل ما سلفنا القول، هو مقسم إلى حصص، قد تكون حصص متساوية وقد تكون هي حصص متفاوتة، ليس بالضرورة يكون فيها التساوي، ولكن هو أساسا مقسم إلى حصص بحسب اللي هو عدد الشركاء. وبالتالي طبعا هذه أيضا هذه الحصص غير قابلة للتداول، أي اللي هو نقل ملكيتها من شخص إلى آخر إلا بموافقة الشركاء. ولهذا فإنه في حالة وفاة أحد الشركاء ممكن يؤدي إلى إيش؟ إلى تصفية أعمال الشركة وانتهاء عملها، ما لم ينص في عقد الشركة على إيش؟ الاستمرار في الشركة في حال وفاة أو اللي هو انسحاب أي شريك أو انضمام شريك. فبالتالي فإن انسحاب أي شريك لابد أن يكون فيه هناك موافقة لكل الشركاء، انضمام أي شريك أي شريك جديد يترتب عليه ضروري موافقة إيش؟ الشركاء. وبالتالي في حالة أي تغير، انسحاب شريك، انضمام شريك، وفاة شريك، يتغير طبعا يتم إعادة تكوين لشركة التضامن من جديد، وكأنه يكون عندنا كيان جديد. هذه اللي هي طبعا الخصائص باختصار، قد نجد طبعا في مراجع أخرى يذكر لنا أكثر من خاصية من هذه الخصائص، ولكن نحن نركزنا على أهم إيش الخصائص. الآن ندخل اللي هو في نقطة دكتور، معلش يا دكتور الله يسعدك، عادي تشوف الشات؟ معلش بعد ممكن تشوف الشات؟ المحادثة أيوة. الشات معلش ممكن تشوفها عشان كلمناك عن الموضوع. تفضلي إذا في طلب معين تفضلي. طيب يا دكتور إحنا نبنا يعني ندخل قصدي في الجانب ال 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 العملي مباشرة. إيوه لأن العملي هو اللي. أوكي ممكن 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 ننتقل مباشرة إلى الجانب، وفي أي حالة وجود أي ملاحظة على أي مفهوم مفاهيم ممكن اللي هو نتناوله أو نعرج عليه فيما بعد. اوكي على بركه الله. الوحده الثانيه هي اللي هي تتعلق بالمحاسبه على راس المال. طبعا المعالجه المحاسبيه يتعلق باثبات راس المال، طبعا هي المعالجات بسيطه جدا وسهله، ممكن نمر عليها سريعه بغض مرور الكرام، اللي هي تتعلق براس المال.
طبعا تقديم راس المال بيتم بصور مختلفه، يا اما بيكون يقدم راس المال نقدا وايضا سداده بيكون دفعه واحده، او بيكون اللي هو راس المال ممكن يقدم ايش ايضا نقدا ولكن على اقساط. النقطه اللي هي الثالثه اللي يتعلق بتقديم راس المال على هيئه اصول عينيه، او اخيرا اللي هو راس المال ممكن يقدم على هيئه اصول وخصوم منشاه فرديه. طبعا الجزئيه الاولى تتعلق بتقديم راس المال نقدا وسداد قيمته دفعه واحده، طبعا هذه نحن نعرف انه مساله راس المال هو طبعا من حسابات الخصوم كما درسنا نحن في المحاسبه الماليه، ونعرف انه طبيعه بعض الحسابات تكون هي مدينه وطبيعه بعض الحسابات اللي هو ايش دائنه. فمثلا حسابات الاصول هي دائما ايش؟ هي دائما مدينه عند الزياده، وحسابات الخصوم دائما طبيعتها دائنه. فلهذا طبعا راس المال دائما ياتي طبيعته ايضا ايش؟ دائنا، اي في الجانب الدين الدائن من طرف ايش؟ القيد. هنا في خصوصيه فقط ما يتعلق بشركات الاشخاص، ما يتعلق براس المال. تعلق طبعا هو مرتبط بنظريتين، وهي نظريه الملكيه ونظريه الشخصيه الاعتباريه. اذا ما نظرنا اليها من وجهه نظر الملكيه اي من وجهه نظر الملاك، فانه هنا بالضروره ان يتم لواء ايضاح راس مال كل شريك بشكل مفصل، واذا ما نظرنا من وجهه نظر اللي هو الاداره او المشروع كإدارة مستقلة، طبعا هنا ممكن أن تسجل حساب رأس المال كحساب إجمالي عام. وعلى العموم ممكن الجمع ما بين الاثنين بحيث نحن نظهر اللي هو الإجمالي رأس المال وأيضا بيان تفاصيله على مستوى كل شريك. لهذا طبعا عند تقديم رأس المال نقدا، طبعا معروف هنا رأس المال هو بيدفع إلى الصندوق الشركة مثلا. طبعا هنا رأس الصندوق أولا هو من حسابات الأصول المتداولة، وهي دائما طبيعته مدين عند 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 الزيادة، ويكون دائما عند النقصان او التخفيض، وبالتالي عند تسديد حصه الشريك في راس المال يكون دائما من حساب الصندوق الى حساب راس المال، ونحدد هو راس مال الشريك فلان راس مال الشريك فلان. ايضا اللي هو اذا كان اللي هو بيسدد الى البنك فيتغير طبعا بدلا عن حساب البنك بيدخل معنا حساب ايضا اخر من حسابات الاصول المتداوله وهو حساب البنك، اما حساب راس المال في الجانب الدائن سيظل ايش ثابتا. اللي هي الفقره ج يتعلق بسداد جزء منه نقدا وجزء اللي هو ممكن يكون بشكل اللي هو يسدد لحساب الشركه بالبنك. طبعا بيكون عندي الجانب المدين مذكورين اللي هم حساب البنك وحساب الصندوق مع ثبات اللي هو في الجانب الدائن وهو حساب راس المال مع تفاصيله طبعا بحسب اللي هو كل شريك كم قدم من راس المال او كم سدد على وجه التحديد. اللي هو النقطه الثانيه هي متعدد تقديم راس المال نقدا ولكن في حال سداده على اقساط. في هذه الحاله فقط تختلف عن الحاله الاولى باننا نوسط حساب جديد نسميه حساب حصص الشركاء مباشره عند الاتفاق نعمل القيد، بحيث انه طبعا راس المال هو يتميز عاده بالثبات والثبات النسبي، اي انه مش معقول في عندما يحين موعد سداد اي حصه من حصص الشركاء نعمل قيد جديد وبالتالي يتغير راس المال. انسجاما مع مبدا ثبات راس المال فنحن يتم توسيط حساب الحصص وهو نسميه حساب حصص الشركاء، ونبين حصة كل شريك مباشرة عند الاتفاق ما بين الشركة على تكوين الشركة يتم إثبات اللي هو رأس المال بصورة حسب المبلغ الاتفاق كاملا مقابل اللي هو يكون في الجانب الدين عندي حساب اللي هو حصص الشركة. ومن ثم في المرحلة الثانية عند ما يحين موعد السداد سواء كان باتفاق أو تركوه يعني بحسب قدرة كل شريك، فأنه في موعد السداد أو في حين لما يتم السداد سيتم اللي هو إثبات القيد، وبالتالي حساب رأس المال لن يتأثر في القيد الثاني ولكن هو ثابتا سيظل لأنه سبق إثباته اللي هو في المرحلة الأولى عند اللي هو تقديم أو عند إثبات اللي هو مبلغ رأس المال. النقطة الثالثة اللي هي تقديم رأس المال على هيئة أصول عينية، وهنا طبعا أشار عندنا المؤلف إلى مجموعة من القواعد التي يجب أن نلتزم بها عند إثبات أو التعامل مع تقديم أصول عينية. فرأس المال ليس بالضرورة أن يكون يقدم كاملا نقدا ولكن ممكن يقدم بصورة عينية. كيف صورة عينية؟ ممكن يعني يكون يقدم عقار، ممكن يقدم مباني، عقارات، أراضي، سيارات وغيره من اللي هو الأصول العينية التي نعرفها نحن. ولكن لابد أن نلتزم بعض القواعد. أول قاعدة اللي هي متعلق بالأصول الثابتة، إذا ما اتفق الشركاء على عدم تقييم الأصول الثابتة وقبولها كما هي فهنا طبعا يتم إثباتها في سجلات شركة التضامن بقيمتها الدفترية ولكن بعد استبعاد مجمع الإهلاك. كيف يعني؟ الأصل هو في قبول اي اصول عينيه اتفق هذا مع حتى نعطيها القيمه العادله لها المفروض انه يتم اعاده تقييمها، ولكن قد يتفق الشركاء على عدم تقييمها، وفي هذه الحاله فانه نحن نثبتها في سجلات شركه التضامن بقيمتها الدفتريه اي بتاريخ، والقيمه طبعا القيم عندنا معروفه، في قيمه الدفتريه وفي قيمه السوقيه وهي القيمه العاديه وفي قيمه حقيقيه. فالقيمه الدفتريه هي الثمن الذي اشتريت به هذا الاصل
هذا يسمى القيمة الدفترية، طبعا شاملا ما أنفق على هذا الأصل حتى أصبح جاهزا للاستخدام. فالاستهلاك طبعا يستبعد من اللي هو قيمة هذه الأصول، اعتبر أنه سبق استخدامها في عملية إنتاجية سابقة أو في دورة تجارية سابقة، وبالتالي يجب أن يستبعد، وما يسجل هو في دفاتر شركة التضامن هو ما تبقى من قيمة دفترية لهذا، أي قيمة عند الشراء مخصومة منها الإهلاكات، وبالتالي نحصل على صافي القيمة الدفترية. النقطة الثانية هي تتعلق باتفاق الشركة على إعادة تقييم الأصول المنتقلة اللي هي إلى شركة التضامن. وهنا طبعا يتم نقل الأصول الثابتة وقيدها في سجلات شركة التضامن بقيمتها الجديدة، أي بعد عملية إعادة التقييم أو يسميها عملية إعادة التقدير. هذا بالنسبة للأصول الثابتة. أما الأصول المتداولة طبعا إذا اتفقوا الشركة على عدم إعادة تقييم الأصول المتداولة يتم نقلها وإثباتها بدفاتر شركة التضامن بالقيمة الدفترية لها بالإضافة، ولكن هناك طبعا في حالة الأصول الثابتة نستبعد اللي هو الاستهلاكات أو الإهلاك، أما في حالة الأصول المتداولة نسجلها بقيمة الدفترية بالإضافة إلى المخصصات المرتبطة بها. وهذا طبعا يرتبط بطبيعة الأصول المتداولة، لأنه مثلا اللي هو المدينون مسجلة عندي بقيم دفترية معينة، ولكن أنا في عندي تقييم للمدينون، في عندي ديون جيدة، في عندي اللي هو ديون مشكوك في تحصيلها، وفي عندي ديون معدومة، وبالتالي طبعا أنا الديون المشكوك فيها ومعدومة سبق وأنا عملت اللي هو إيش مخصصات لها، وهي ترتبط بصورة مباشرة بهذه الديون، بالتالي يجب أن تنقل معها المخصصات المرتبطة بها. النقطة الثانية متعلقة بالأصول المتداولة، إذا اتفق الشركاء على إعادة تقييم هذه الأصول المتداولة فإنها تنقل وتثبت في دفاتر شركة التضامن بالقيم الجديدة، باستثناء شوف باستثناء أوراق القبض والمدينون، باستثناء أوراق القبض والمدينون فإنها تسجل بالقيمة الدفترية القديمة على أن يعالج أي فارق في تقييمها من خلال تعديل المخصصات. فمثلا أوراق القبض أصلا قد تضطر الشركة إلى اللي هو إيش خصم أوراق القبض عن طريق البنك، وبالتالي لن تحصل على إيش على قيمتها كاملة، القيمة الإسمية لها ممكن تحصل على قيمة أقل أو قيمة أعلى. نفس الشيء المدينون قد اللي هو تكون هناك عندي فيها ديون معدومة، وبالتالي طبعا تقييمها لا يتم من خلال اللي هو تعديل في المخصصات، القيمة الدفترية تبقى كما هي، ولكن ممكن يكون التسوية والتعديل من خلال اللي هو المخصصات، مخصص هبوط أوراق القبض، مخصص اللي هو ديون المشكوك في تحصيلها أو ديون المعدومة، وهكذا يعني من هذه المخصصات. ندخل إلى المعالجة المحاسبية في حالة اللي هو الاتفاق على إعادة التقييم أو عملية اللي هو نقلها كما هي. طب عند الاتفاق على عملية إعادة تقييم الأصول المقدمة من الشركة ومقارنتها بحصة كل شريك المطلوب، ما هي المطلوب سداده مقابل صافي قيمة تلك الأصول، نكون طبعا نحن أمام احتمالات أن تتساوى هذه الأصول المنقولة مع اللي هو إيش الحصة المقررة عليه من رأس المال. طبعا في هذه الحالة طبعا لن يكون هناك في أي مشكلة، وتأتي معي في الجانب المدين اللي هي مجموعة الأصول، العقارات، السيارات، الآلات، المعدات وغيرها من الأصول، أيضا المدينون، المخزون، أي أصول سواء كان أصول ثابتة أو أصول متداولة، بحال تساوي هنا ما بين اللي هو قيمة الأصول مع اللي هو حصة الشريك في رأس مال هذه الشركة إلى حساب طبعا رأس المال مع تحديد طبعا اسم الشركة. ولكن فيما إذا كان الاحتمال الثاني أن تكون قيمة الأصول المقدمة بعد إعادة تقييمها أقل من حصته المطلوبة، أي أنه على سبيل المثال كان اللي هي الحصة المطلوبة اللي هي المطلوبة منه اللي هي مليون ريال اللي هي حصة هذا الشريك، لكن إجمالي قيمة الأصول المقدمة كان هي عبارة عن 800,000، قيمة الأصول هنا كانت إيش أقل من حصة الشريك، وبالتالي في هذه الحالة يتوجب على الشريك دفع باقي قيمة اللي هو مساهمته أو حصته في رأس مال الشركة نقدا في الصندوق أو يوردها إلى حساب الجاري للشركة في البنك، وبالتالي يكون القيد على النحو التالي: من مذكورين حسابات العقارات والسيارات وانتهان ببقية الأصول كلها، والصندوق يكون أو البنك بالفارق الواجب عليه دفعه طبعا مقابل الإضافة في الجانب الآخر هو الحساب اللي هو الخاص برأس المال. طبعا في عندنا أمثلة أو حالات عملية في الكتاب ممكن نستعرضها بعد من قمة الحالة الثالثة. الاحتمال الثالث أن تكون قيمة الأصول المقدمة بعد إعادة تقييمها أكبر من حصة اللي هو المطلوبة سدادها، وفي هذه الحالة طبعا يحق للشريك سحب الفرق نقدا ويكون القيد طبعا من مذكورين
حسابات الأصول بمختلف أنواعها، وفي الجانب الآخر طبعا بيكون حساب رأس المال بالإضافة إلى حساب الصندوق البنك بالفرق المطلوب اللي هو سداده لصالح هذا الشريك. الحالة الرابعة اللي هي تقديم اللي هو رأس المال اللي بصورة أصول وخصوم، أي أصول والتزامات لمنشأة فردية سبق وهي كانت موجودة ككيان قانوني، ولكن اندمجت بتكون كايش كمكون جديد في إطار اللي هو شركة التضامن. طبعا هنا المعالجة بتنقسم في معالجات بتجري في دفاتر اللي هو المنشأة الفردية، وفي معالجات اللي هي بتجري اللي هو في دفاتر اللي هو شركة التضامن. ما أدري هل يعني نستعرض بعض الأمثلة على الحالات الأولى ومن ثم ننتقل إلى المعالجة المحاسبية ما يتعلق بالأصول والخصوم المنشأة الفردية. نشوف اللي هو الشات هنا معنا إيش الطلبات الموجودة. طيب ممكن نلحظ مع سويا اللي هو التدريبات أو الأمثلة الموجودة معنا في الكتاب ولو بصورة سريعة ما يتعلق بالوحدة الثانية اللي هو المعالجات المتعلقة ب اللي هو رأس المال، إثبات رأس المال. في عندي أول مثال. طبعا أنا أعرف أنه بعض المشاركين معنا على مستوى عالي طبعا من الفهم للمادة، ولكن نحن يجب أن نراعي اللي هو مختلف المستويات الموجودة، سواء كان ممكن اللي هم حاضرين مباشرة معنا أو ممكن اللي هو يطلعوا على المحاضرات المسجلة في ما بعد، بالتالي فليتحمل البقية اللي هم يروا أنهم قد تجاوزوا اللي هو بعض الأمثلة وليروا أنها ممكن تكون بسيطة بالنسبة لهم، يتحمل حتى إيش نمشي كلنا بمستوى واحد. فأول مثال معنا اللي هو كان في الكتاب على اتفاق ما بين شخصين أسامة ومحمد ثلاثة والبراء على تكوين شركة البراء وشركائه التضامنية برأس مال مقداره 6 مليون ريال موزع بينهم بالتساوي. فإذا علمت أن كل واحد منهم قد قدم حصته في رأس المال على النحو وضح لنا اللي هو صور تقديم رأس المال. أولا ما يتعلق بالجزئية الأولى من المثال، الاتفاق كان ما بين ثلاثة وهو يتطبق مع القانون أو التعريف اللي أوردناه لشركات التضامن، وهي اتفاق ما بين شخصين أو أكثر، وهنا طبعا ثلاثة أشخاص على تكوين شركة اسمها شركة البراء وشركاء، وهنا يتفق مع خاصية سبق ونشرنا لها اللي هو أن يكون أن الاسم يكون مشتق من اللي هو من الشركاء جميعا أو أحد الشركاء وبقية وشركاء. أيضا نوع الشركة هنا حدد اللي هو شركة تضامنية، بالتالي لابد أن يشير في عقد الشركة اللي هو إلى نوع الشركة، شركة طبعا تضامنية. أيضا رأس المال لابد من عناصر رئيسية اللي هي يجب أن تكون متواجدة أو أن ينص عليها اللي هو عقد الشركة، هنا محدد 6 مليون. أيضا اللي هو طريقة توزيع رأس المال أنه أشار أنه موزع بالتساوي، وبالتالي لوصول إلى حصة كل شريك نقسم اللي هو مبلغ الإجمالي رأس المال على عددهم ثلاثة، بيصبح حصة كل شريك اللي هي 2 مليون ريال. نأتي إلى الجزئية الثانية متعلق طريقة تقديم حصة كل من الشركاء في رأس المال. الشريك الأول وهو محمد قدم حصته نقدا، الحصة قدمت نقدا وفي صندوق الشركة. أيضا هنا طبعا ينطبق على الحالة الأولى أنه سداد رأس المال نقدا كاملا وفي صندوق الشركة. الشريك الثاني أسامة حصته أيضا قدمها ولكن فين أودعت في حساب الشركة بالبنك مع تحديد تاريخ لكل واحد، الأول كان في 1/1، الثاني كان في 2/1، الشريك الأخير وهو البراء حصته طبعا مناصفة، جزء منها اللي هو في الصندوق أو الردة وجزء منها اللي هو في حساب الشركة لدى البنك، وكانت في 3 يناير. طبعا الملاحظ في المعطيات المتعلقة بطرق تقديم اللي هو رأس المال، أولا الجزئية الأول باختلاف طرق التقديم، الشيء الثاني أن التواريخ تقديم رأس المال كانت في تواريخ مختلفة، وبالتالي يجب أن يجرى القيد المحاسبي بصورة منفصلة لكل شريك من الشركة. لو كان اللي هو تم اللي هو في تاريخ واحد ممكن نجمعها بقيد مركب واحد طبعا، وهذا طبعا اللي هو ينطبق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، فأنه دائما تثبت العمليات في الدفاتر في تاريخ حدوثها بغض النظر عن واقعة التسجيل متى تمت، ولكن تثبت حسب تواريخ حدوث هذه العملية أو تلك. لهذا طبعا هو هنا في الكتاب أولا بدأنا بخطوة تمهيدية حدد من خلالها اللي هو نصيب كل شريك في رأس المال،
بقسم المبلغ الإجمالي رأس المال على أعداد الشركاء لأنه مقسم بالتساوي، وكانت حصة كل منهم 2 مليون ريال. طبعا القيود أتت منفردة لكل شريك على حدة، وهذا طبعا زي ما سبق قلت يتعلق باختلاف تواريخ تقديم رأس المال من كل شريك، وهو ما يتعلق بالمعالجة المحاسبية فهي بسيطة جدا. الشريك الأول وهو محمد كان قدم حصته نقدا ووردت في حساب اللي هو الشركة لدى أمين صندوق الشركة، وبالتالي كان الجانب المالي من حساب الصندوق إلى حساب رأس المال أيضا نحدد الشريك محمد. أيضا اللي هو الشريك الثاني وهو الشريك أسامة، وكان اللي هو حصته من رأس المال أيضا 2 مليون وردت ليس للصندوق ولكن إلى الحساب البنكي المختص، وبالتالي كان الغير من حساب البنك إلى حساب رأس المال. ورأس المال من؟ رأس المال الشريك أسامة. أيضا ما يتعلق بالشريك الثالث والأخير، كان رأس المال أو حصته في رأس المال قدمت بصورتين، صورة اللي هي جزء منها وردت لصندوق الشركة والجزء الآخر طبعا ورد إلى الحساب الجاري البنكي الخاص بالشركة، وبالتالي كان القيد من مذكورين حساب البنك وحساب الصندوق عفوا ينعم إلى حساب رأس المال الخاص بالشريك اللي هو البراء. طبعا مسألة تصوير الحسابات الخاصة بالمطلوبة في عندنا في المثال اللي هو تصوير كل من حساب الصندوق والميزانية الافتتاحية، طبعا لأنه أصلا نحن لا يوجد معنا غير حسابين فقط اللي هو اللي تأثرت بهذه العملية اللي هو حساب البنك والصندوق ورأس المال، لكن هو طلب فقط حساب الصندوق، أما طبعا حساب البنك غير مطلوب، لكن ممكن نحن إذا كان طلبه أيضا نصوره. وفي المثال عندنا قال طلب تصوير حساب الصندوق والبنك وحساب رأس المال، أي كل الثلاث الحسابات اللي تأثرت بهذه العمليات أو بالقيود المحاسبية التي تم إنشاء عليها. طبعا طريقة اللي هو فتح الحساب الطريقة المعروفة عندنا من المحاسبة المالية، ولكن نحن بنتطرق بشكل أكبر أو بنتناول اللي هو فقط حساب رأس المال على اعتبار أنه فيه خصوصية في المحاسبة المالية. عندما درسنا نحن حساب رأس المال حساب إجمالي، ولكن نظرا لخصوصية اللي هو تقسيم رأس المال هنا إلى حصص وانسجاما مع مبدأ محاسبي ما هو مبدأ اللي هو الإفصاح التام والعرض والإفصاح، طبعا كان لابد إيش من إيجاد صيغة أو شكل ينسجم مع تكوين رأس المال في شركات الأشخاص. لهذا طبعا تم عمل اللي هو أو تصوير الحساب رأس المال بصورة اللي هو حقول إضافية يشير من خلالها إلى حصة كل شريك رأس المال مع الإشارة إلى الإجمالي. بالتالي هنا جمعنا ما بين نظريتين، هي نظرية الملكية ونظرية الشخصية المعنوية. طبعا الميزانية العمومية لو حاولنا نصور الميزانية الافتتاحية ل الشركة بنلاحظ أنه طبعا بتحتوي على في جانب الأصول حسابين رئيسين وهو حساب الصندوق وحساب البنك، وهي طبعا حسابات الأصول المتداولة. طبعا لا يوجد أثر للأصول الثابتة اعتبر أنه هنا لازلنا في مرحلة افتتاحية، وأن الطريقة اللي قدمت بها رأس المال طبعا اللي هي عن طريق سداده نقدا سواء كان في الصندوق أو في البنك. في الجانب الآخر طبعا هو تحت في جانب الخصوم أو في جانب كما يسموه أحيانا جانب الالتزامات وحقوق الملكية، يظهر معنا اللي هو حقوق الملكية مثلة في حساب رأس المال، ولكن أيضا عرضناه بصورة مفصلة في خانة البيان لحصة كل شريك من الشركة مع بيان اسم هذا الشريك. طبعا إذا ما أردنا نحن نعمل قيد مركب في حالة أنه يكون تاريخ السداد كله في يوم واحد، ممكن عمل قيد مركب يكون طبعا من مذكورين الصندوق البنك بإجمالي مبلغ رأس المال بحسب ما تم سداده، وعا بيان طبعا رأس المال وتفاصيله على مستوى كل شركة ما هو مبين عندكم طبعا في الصفحة 52. طبعا الحالة الثانية هي تقديم رأس المال، المثال الثاني في حالة تقديم رأس المال بصورة عينية عفوا على دفعات، وهنا قلنا نحن يتم توسيط حساب رأس اللي هو حصص الشركة فقط، الفرق بينه وبين الحالة السابقة أنه يوسط فيه حساب الشركة. ونلاحظ طبعا في عندنا مثال عليه، اتفق في 1/3 اي 1 مارس 2010 اتفق عبده وعلي وعبد الله اي 3 شركاء على تكوين شركه عبده وشركاء التضامنيه براس مال مقداره 12 مليون ريال مقسم بينهم بنسبه 3:2 الى 1 على التوالي، اي انه حصه عبده بتكون 3 من اللي هو 12000 اللي هو 3 طبعا على اجمالي النسب طبعا طريقه تحديد اللي هو حصه كل شريك، حصة اللي هو عبده بتكون اللي هي الحصة الأكبر 3، حصة اللي هو علي طبعا نسبتها 2،
وحصة عبد الله اللي هي الأخير وهو اللي هو بتكون واحد من إجمالي اللي هو رأس المال 12 مليون. فإذا علمت أن كل شريك قدم حصته في رأس المال على النحو التالي: طريقة التقديم اللي هو الحصص، عبده طبعا كان حصته نقدا اللي هو في حساب الشركة بالبنك، كانت على 3 أقساط شهرية ومتساوية. القسط الأول كان في 1/3، وبالتالي القسط الثاني بيكون في 1/4، والقسط الثالث بيكون في 1/5. أما عبد الله طبعا حصته نقدا في حساب الشركة بالبنك أيضا، لكن يدفع 1,100,000 ريال في بداية تكوين اتفاق الشركة وهو في 1/3، والباقي طبعا قال على 3 أقساط متساوية في بداية كل شهر ميلادي، أي أنه في 1/3 بيكون القسط الأول، ومن ثم القسط الثاني 1/4 و1/5، وهكذا حتى القسط الأخير طبعا له طبعا بيكون في 1/6. طبعا لابد لنا من خطوات تمهيدية للحل، وهي كيفية سداد الشركاء لحصصهم بتكون على النحو التالي. أولا الشريك الأول اللي هو عبده الإجمالي هو رأس المال هو 12 مليون، في 3/3 هي اللي هي نسبة اللي هو عبده من رأس المال، 6 هي مجموع النسبة اللي هي 3 + 2 + 1 اللي هي عبارة عن 6، وبالتالي نسبة مساهمته على إجمالي النسب بيعطي لي اللي هو كم بتكون نسبة عبده، وهي طبعا 50% من إجمالي رأس المال. قال كيف تسدد؟ لا تدفع للبنك، ولكن الحصة الأولى أو الجزء الأول منها القسط الأول في 1/3، لأنه قال على 3 أشهر، الشهر الأول يبدأ في 1 مارس، والشهر الثاني في 1 أبريل، والشهر الثالث طبعا بيكون في 1 مايو. القسط الأول طبعا 2 مليون، القسط الثاني 2 مليون، والقسط الثالث اللي هو 3 مليون، لأنه أقساط متساوية قال لنا كما هو في المعطى. أما اللي هو الشريك علي طبعا عشان نوصل لحصته طبعا إجمالي مبلغ رأس المال في 2، أي اللي هو نسبة مساهمته على إجمالي النسبة اللي هو 6، 2/6 ويطلع عندنا نسبته طبعا 4 مليون. كيف تدفع؟ عسنه كما حسب المعطى معانا في فقرة 2، عسنها في صندوق الشركة، بالتالي بتدفع بيش بالصندوق، ولكن طبعا كم عدد الأقساط؟ خلال 2 شهر. قال القسط الأول في 1/3، والقسط الثاني طبعا بيكون في 1/4. الأربعة مليون أيضا بتقسم بالتساوي، 2 مليون في الشهر الأول وهو في 1/3، 2 مليون طبعا في الشهر الثاني في 1 أبريل. أما شريك عبد الله طبعا فكانت نسبته وهي أقل نسبة، وهي طبعا 1 من إجمالي النسب المحددة، إذا في 1/6، وبالتالي تكون عنده حصته هي 2 مليون ريال. أيضا كيف تدفع؟ كما هو محدد عندنا قال تدفع في حساب الشركة بالبنك، ولكن في تفاصيل دفعة بحيث أنه حدد القسط الأول اللي هو 1,100,000 مباشرة عند اللي هو الاتفاق في 1/3، وبالتالي ما تبقى اللي هي عبارة عن 900,000 ريال اللي هو 2 مليون ناقصا 1,100,000، بيتبقى منها 900,000 ريال تسدد طبعا على 3 أقساط قال متساوية. إذا كان القسط الأول في 1/3 اللي هو عند التوقيع الاتفاقية، فإن بقية الأقساط قال بتدفع على 3 أشهر متساوية أو 3 أقساط متساوية بداية كل شهر، إذا الشهر الأول بيكون في 1/4، الشهر الثاني في 1/5، والشهر الثالث كان في 1/6. طبعا واضح أنه تواريخ السداد اختلفت، ولكن نحن بنثبت أولا اللي هو رأس المال وبنحمله على حساب الحصص، ومن ثم بندخل في تفاصيل السداد حسب موعد السداد لكل شريك من الشركاء. ولهذا كان معنا أول قيد محاسبي عندنا كان يتعلق بإثبات الحصص، وبالتالي وسطنا حساب الحصص. وعندما أقول حساب بسيط معناته الحساب بسيط يفتح ويغلق خلال نفس الفترة المالية أو نفس الفترة المحاسبية أو نفس الدورة المحاسبية. طبعا الحصص بتثبت بصورة إجمالية مقابل الإضافة إلى حساب رأس المال أيضا بشكل إجمالي، ومع ذكر التفاصيل لحصة كل شريك من الشركاء، وبالتالي يكون من حساب أولا حصص الشركاء كحساب إجمالي مع تفاصيل حصة كل شريك. حصة الشريك الأول اللي هي 6 مليون وهو شريك عبده، الشريك الثاني اللي هو علي وحصته 4 مليون ريال، وحصة الشريك الثالث اللي هو 2 مليون ريال مقابل طبعا الإضافة إلى حساب رأس مال الشركاء، طبعا كحساب إجمالي حساب رأس مال الشركاء بيظهر عندي اللي هو في الجانب الدائن دائم بمبلغ 12 مليون ريال، ومفصلا على مستوى كل شريك من الشركاء اللي هو عبده 6 مليون وعلي 4 مليون والشريك عبد الله ب 2 مليون ريال. ننتقل طبعا للمرحلة الثانية وهي في تاريخ 1/3، في تاريخ 1/3 طبعا هنا لن نعيش
لن نقتصر فقط على مستوى كل شريك لوحده، ولكن بناخذ كل العمليات اللي تمت في 1-3 وبنقيدها بقيد مركب واحد. وبالتالي طبعا في 1-3 بنلاحظ هنا انه تناول كل الشركاء الذي قاموا بالسداد في هذا الموعد وبقدر ما سدده كل منهم في هذا التاريخ وهو 1-3. فإذا ما بدأنا بالشريك عبده على سبيل المثال، إجمالي ما دفعه في 1-3 هي 2 مليون ريال، ووردت فين؟ إلى الحساب البنكي. الشريك الثاني وهو الشريك علي اللي دفعه في 1-3 كان أيضا 2 مليون ريال، ولكن وردت فين؟ إلى صندوق الشركة. الشريك الثالث وهو عبد الله، وإجمالي ما سدده في 1-3 كان 1,100,000، ولكن كان فين؟ كان إلى الحساب الجاري للشركة بالبنك. بالتالي أصبح عندنا حساب الصندوق فقط تأثر بما دفعه اللي هو الشريك الثاني وهو الشريك علي، وهو مبلغ 2 مليون ريال. وبالتالي كان أمام حساب الصندوق 2 مليون ريال، أما حساب البنك فقد تأثر بما سدده كل من اللي هو عبد الله وعبده. الشريك الأول عبده طبعا ما سدده في 1-3 كان 2 مليون، بالإضافة إلى ما سدده عبد الله في 1-3 1,100,000، وبالتالي يصبح الإجمالي 3,100,000. هذا في الجانب اللي هو المدين من القيد، حساب الصندوق وحساب البنك. أما في الجانب الدائن وهي حصص الشركة، طبعا بنثبت فيها إجمالي ما سدده كل شريك على حدة، والشريك الأول اللي هو عبده وكان عبده عفوا وكان ما دفعه 2 مليون ريال في 1-3، الشريك الثاني طبعا علي وكان ما دفعه أيضا 2 مليون ريال، وانتهى بالشريك الأخير وهو عبد الله وكان إجمالي ما دفعه في 1-3 اللي هو 1,100,000 ريال. طبعا متبقي معنا، انتهينا من المرحلة الأولى وهي في 1-3 عند توقيع الاتفاقية، وبالتالي أثبتنا أولا القسط، سداد القسط الأول من قبل جميع الشركاء. ننتقل للشهر الثاني وهو شهر أبريل، وارتبط طبعا بسداد اللي هو قسط آخر من رأس من حصة كل شريك من الشركاء. في 1 أبريل كانت المعلومات بحسب ما هو موجود معنا في تمهيد الحل، إجمالي ما سدده أولا عبده في 1 أبريل كان اللي هو 2 مليون ريال، وأيضا وردت إلى البنك. بالنسبة للشريك علي طبعا إجمالي ما دفعه في 1 أبريل وورد إلى حساب الصندوق كان أيضا 2 مليون ريال، ولكن إلى حساب الصندوق وليست له علاقة بحساب البنك. أما الشريك عبد الله فكان ما إجمالي ما دفعه في شهر أبريل أي في 1/4 تحديدا كان فقط اللي هي 300,000 ريال، وهي تمثل الجزء الأول أو القسط الأول مما تبقى عليه من مبلغ من حصته في رأس مال هذه الشركة. وبالتالي كان القيد، أيضا القيد هنا بيتكرر، تكوين القيد من مذكورين إلى مذكور إلى حساب حصص الشركة. حصص الشركة طبعا طبيعي هو عند إثبات رأس المال كان مدينا، عند السداد طبعا يتحول باعتبار حساب بسيط إلى دائنا. الجانب المدين طبعا حساب الصندوق يتحدد مبلغه في ضوء ما تم سداده طبعا إلى الحساب الصندوق، وهو فقط المبلغ المسدد من قبل اللي هو الشريك علي اللي هو في 1/4 كان سدد 2 مليون. أما 2,300,000 هذه هي عبارة عن ما دفعه كل من عبده وعبد الله من حصص وردت إلى الحساب الجاري للشركة. أو الأول عبده طبعا كان في 1/4 2 مليون، أما ما دفعه عبد الله طبعا فكان فقط 300,000، وبالتالي الإجمالي 2,300,000. 2,300,000 مضافا إليها 2 مليون لدفعة نقدا يصبح 4,300,000 إجمالي ما تم دفعه من قبل الشركة. تحت حساب الإجمالي بيطلع 4,300,000 حساب حصص الشركة، ولكن مبينة بالتفصيل في خانة البيان الشريك عبده 2 مليون، الشريك علي 2 مليون، أما الشريك عبد الله فكان اللي هو 300,000 ريال. باقي معانا اللي هو المرحلة الخامسة، عفوا اللي هو شهر خمسة، في بداية شهر خمسة كان اللي هو الحسابات طبعا لسددت أو المبالغ اللي سددها هي تخص كل من عبده وعبد الله فقط. أما علي فقد انتهى طبعا من سداد ما عليه في الشهر الماضي في بداية شهر 4، وبالتالي هنا الغير بيرتبط فقط بالشريكين عبده وعبد الله. فعبد الله عبده طبعا آخر قسط له كان في 1 مايو، أما الشريك عبد الله فهو بيكون هذا القسط قبل الأخير في 1 مايو، لأنه يتبقى عليه قسط آخر اللي هو في 1 يونيو. ولهذا بيكون القيد هنا طبعا فقط من حساب البنك. ليش؟ لأنه أساسا
كل من عبده وعبد الله. طريقة السداد كانت عن طريق التوريد إلى الحساب البنكي وليست عن طريق التوريد إلى حساب الصندوق، بالتالي اقتصرنا فقط على في الجانب المدين على حساب البنك، وفي الجانب طبعا الدائن طبعا ثابت اللي هو حساب حصص تجاري الشركاء. في الحالات الأولى أو في القيود الأولى كان عندي ثلاثة للشركاء، الآن فقط يظهر بالجانب الدائن شريكين، لأنه فقط الشريك الأول قد استكمل عملية سداد ما عليه من أقساط. الاثنين مليون وثلاثمائة طبعا هي عبارة عن ما هو مستحق على الشريك عبده، وهو القسط الثالث في 1 مايو 2 مليون، بالإضافة إلى 300 ألف اللي هي القسط قبل الأخير للشريك عبده، 2 مليون الإجمالي و300. آخر قيد طبعا معنا اللي هو في 1 يونيو، ويقتصر فقط هذا على الشريك عبد الله فقط، أما الشريكين الأول اللي هو عبده وعلي فقد انتهوا من سداد اللي هو ما عليهم من أقساط، وبالتالي يبقى القيد الأخير فقط له علاقة بالشريك الأخير وهو الشريك عبد الله اللي سداد القسط الأخير من حصته في رأس مال هذه الشركة، وهو مبلغ 300 ألف ريال، وأيضا سددت أيضا عن طريق البنك، لهذا كان من حساب البنك لحساب اللي هو إيجاري الشركة. طبعا تصوير الحسابات هذه عملية روتينية ومعروفة سبق وإن مرت علينا، فقط نحن ممكن نبين فقط هنا حساب رأس المال، وبنلاحظ أنه هنا أيضا قسمه أيضا إلى حقول بحيث أنه يبين حصة كل شريك وأيضا مقدار ما سدده كل من الشركاء. أيضا حساب الحصص طبعا بنلاحظ أنه طبعا بيكون حساب مقفل على اعتبار أنه كل الأقساط سددت في المواعيد المحددة لها، ونحن أيضا أجرينا القيود لفترة كاملة، وبالتالي طبعا بيظهر رصيده طبعا صفرا من خلال المقارنة ما بين الجانب المدين والدائن، وبالتالي بيكون حساب مقفل. الحسابات الميزانية طبعا هنا بنلاحظ أنه أيضا اقتصرت فقط على الأصول المتداولة، على اعتبار أن رأس المال هو تحدثنا في هذا المثال حول تقديم رأس المال نقدا، ولكن بصور مختلفة سواء كان الصندوق أو البنك، وأيضا اللي هو أشار إلى أرصدة مدينة أخرى وهي تتعلق بحصص الشركاء، لأنه تصوير الميزانية كان في 31/5، لو كان تصوير الميزانية كان اللي هو في 31/6 طبعا لن يظهر معي اللي هو هذا العنصر في الميزانية وهو أرصدة مدينة أخرى حصص الشركاء، لأنه كان تصوير الميزانية في 31/5 طبعا ظهر معي هذا 300 هي تتعلق بحصة الشريك الأخير عبد الله، والتي طبعا لم يحن بعد موعد استحقاقها حيث كان موعد استحقاقها في 1 يونيو، بينما قائمة المركز المالي تم تصويرها في 31/5 من عام 2009. طيب هذا اللي هو طبعا في معكم تدريبات، إذا ننتقل الآن إلى اللي هو الحالة الثانية اللي هو في حالة تقديم اللي هو تقديم رأس المال بصورة عينية، تقديم رأس المال بصورة عينية أيضا عندنا فيه حالة مثال بسيط وقصير، كان المثال الثالث، وهذا المثال يتحدث عن أنه في 1 يناير 2010 اتفق كل من عبده وعلي على تكوين شركة تضامن برأس مال مقداره 6 مليون ريال مقسم بينهم بالتساوي. طبعا واضح من الشركة أنهم اثنين عبده وعلي، وهذا يتفق أيضا مع القانون هو تكون تكون من شخصين أو أكثر، وهو التزم شخصين، كان اللي هو رأس المال 6 مليون بيقسم بالتساوي، إذن بيكون حصة كل شريك اللي هي 3 مليون ريال. ولكن كيف تم سداد الحصص في رأس المال؟ كانت على النحو التالي، الشريك عبده تنازل عن سيارة يمتلكها قدرة قيمتها بمبلغ 500 ألف ريال، وأودع بقية الحصة بحساب الشركة ببنك سبا الإسلامي. طبعا حصة عبده هي 3 مليون ريال، ما قدمه من أصول عينية كانت عبارة عن سيارة يمتلكها قيمتها قدرة قيمتها ب 500 ألف ريال، وبالتالي يبقى اللي هو حصة رأس عبده تقسم على النحو التالي، 500 ألف ريال اللي هي قيمة السيارة، الباقي طبعا نقدا بيورد حساب الجاري للشركة اللي هي 2.5 مليون. أما الشريك عبد الله تنازل عن عقار يمتلكه وفاء لحصته ويساوي طبعا مبلغ الحصة اللي هو يتساوى قيمته طبعا مع مبلغ الحصة وهي 3 مليون ريال، أي أن قيمة العقار قدرت ب 3 مليون ريال، وبالتالي طبعا تتساوى هنا اللي هي الحصة مع قيمة العقار أو الأصل العيني المقدم. في هذه الحالة طبعا يكون نحن أمام قيد واحد فقط، ويكون فيه طبعا القيد على النحو التالي. طبعا لماذا عملنا قيد واحد فقط مركب؟ على اعتبار أنه أصلا لا يوجد عندنا غير حدث مالي واحد فقط نحن اللي هو في 1/1 اتفقوا لها وتم تقديم اللي هو
الحصص في موعدها مباشرة. لو كان هناك في تفاصيل حول متى تم سداد الحصة النقدية مثلا المتعلقة بعبده في تاريخ لاحق مثلا، طبعا بنضطر هنا إلى عمل أكثر من قيد، ولكن لا يوجد لدينا غير تاريخ واحد، الإشارة إلى حدث واحد إلى تاريخ واحد، وبالتالي كان القيد واحدا وقيد مركب كان من مذكورين السيارات، وهي عبارة عن جزء من حصة اللي هو الشريك الأول وهو الشريك عبده. أما البنك طبعا هو طبعا ما تبقى من حصة الشريك اللي هو عبد الله، عفوا من شريك عبده 2.5 مليون ما تبقى ليوردها الحساب الجاري. أما العقار فهو طبعا يمثل اللي هو حصة اللي هو الشريك عبد الله، وهي تتساوى مع حصته في رأس المال 3 مليون ريال، طبعا في جانب الدائن بالطبع اللي هو حساب رأس المال. هذا طبعا اللي هو ما يتعلق بالحالة الثانية، وهي تقديم أصول اللي هو عينية كمساهمة أو حصة في رأس مال الشركة. احنا بصدد اللي هو المعالجة المحاسبية في حالة ما إذا قدمت اللي هو أصول والتزامات أو أصول خصوم المشاريع الفردية وكيف يتم معالجتها. طبعا المعالجة المحاسبية مثل ما سلفنا القول بتتم طبعا من خلال اللي هو أو في دفاتر كل من المشاريع الفردية التي انضمت إلى شركة التضامن، وأيضا في معالجات محاسبية تكون في سجلات طبعا في المنشأة الفردية. طبعا اللي هو انضمام الشركة أو اندماجها لشركة التضامن أو انتقال أصولها يعتبر بمثابة أصفية لهذه الشركة، وبالتالي لابد أن يتم إغلاق كافة الحسابات التي مفتوحة في سجلات المنشأة الفردية. طبعا الحسابات اللي هي مفتوحة يقصد بها طبعا حسابات كل من الأصول والرسوم وما يرتبط بها من التزامات. فطبعا حسابات الأصول طبعا كل الحسابات هي بتغلق في حساب اللي هو شركة التضامن، حساب شركة التضامن باستثناء الأصول التي تقرر عدم انتقالها طبعا فإنها طبعا تسوى في حساب إيش؟ في حساب رأس المال، كلها تسوى في حساب رأس المال. أما ما يتعلق بالالتزامات طبعا في هنا حالتين، في أما أنه مثلا يلتزم صاحب المنشأة الفردية بسدادها قبل أن تنتقل إلى شركة التضامن، والتالي طبعا بتسدد هذه الالتزامات سواء كان من صندوق المنشأة الفردية أو من حساب البنكي الخاص بها. أيضا بعض الالتزامات التي لم تسدد طبعا فإنها تسوى في حساب إيش؟ رأس المال. وانتهان طبعا حساب رأس المال أيضا لابد أن يقفل في حساب اللي هو شركة التضامن. وبالتالي يعني حسابات الأصول هي بطبيعتها مدينة، بالتالي عند إقفالها نجعلها إيش؟ نجعلها دائنة. الجانب الدين بيكون إيش؟ اللي هو شركة التضامن واللي بتنتقل إلى هذه الأصول. هذا طبعا نتحدث حول سجلات المنشأة الفردية. حسابات الالتزامات بطبيعتها هي إيش؟ هي بطبيعتها دائما دائنة، وبالتالي نحن عند إقفالها نقفلها بنجعلها إيش؟ بنجعلها مدينة. في الجانب الآخر ماذا يبقى من حساب؟ وحساب شركة التضامن واللي هي بتنتقل إليها هذه الالتزامات. أما اللي هو الأصول التي لا يتم انتقالها إلى شركة التضامن فإنه إذن قلنا الالتزامات تكون مصيرها أما أن تسدد من قبل صاحب المنشأة الفردية، وبالتالي هي أصلا طبيعتها دائنة، عند الإقفال بتكون من حساب التزامات مدينة طبعا بتسدد من الصندوق أو البنك. الالتزامات اللي طبعا لم تسدد فبالتالي أكيد هي بتكون خصما على حساب رأس المال، وبالتالي بتقفل أيضا في حساب رأس المال. أما اللي هو حساب رأس المال نفسه كحساب متعلق بالمنشأة الفردية فإنه أيضا يغلق رصيده ما تبقى منه من رصيد في حساب اللي هو شركة التضامن. في شركة التضامن طبعا في شركة التضامن المعالجة المحاسبية لهذه الأصول والالتزامات في الخاصة بالمنشأة في دفاتر شركة التضامن بتكون طبعا إذا تم قبول هذه الأصول والالتزامات بدون إعادة تقييم طبعا بيكون عندنا نحن هنا أمام 3 احتمالات. أن يكون طبعا صافي الأصول المقدمة، لما أقول صافي الأصول معناته عبارة عن الأصول مخصوم منها الخصوم تساوى مع حصة رأس المال اللي هي الحصة الخاصة بهذا الشريك، وبالتالي بتكون المعالجة المحاسبية اللي هو من مذكورين إلى مذكورين. المذكورين طبعا في الجانب المدين هي حسابات الأصول بمختلف أنواعها، حسابات العقارات، حسابات السيارات، حسابات المباني، حسابات المخزون، حسابات المدين، أيا كانت حسابات الأصول التي تقرر اللي هو انتقالها إلى شركة التضامن. في الجانب الآخر الجانب الدائن طبعا إلى مذكورين هي بتمثل إيش؟ في الالتزامات بمختلف أنواعها بإضافة إلى حساب رأس المال.
طبعا الاحتمال الثاني تكون هي صافي الاصول المقدمه، نتكلم عن صافي الاصول ايضا اللي هي الاصول ناقص الالتزامات اقل او اكثر من حصته في راس المال في شركه طلع. بالتالي قد يتفق المنتقل او صاحب المنشاه الفردي ان يسحب او يدفع هذه الزياده او النقد. طبعا ممكن نوضح هذا من خلال اللي هو المثال الموجود معنا في صفحه 73. المثال الموجود في صفحه 73 يتحدث عن هذه الحاله اللي هو في 1 يناير 2010 اتفق كل من 1000 وباء من الشركاء اي شريكين على تكوين شركه تضامن براس مال مقداره 3 مليون ريال مقسم بينهما بالتساوي، على ان يقوم كل شركه بسلطته بتقديم اصول والتزامات منشاته الفرديه، اي كل من الشريك 1000 وباء كلهم لديهم ايش؟ منشات فرديه سبق ان يعرف، وتقرر ان تندمج كلها في تكوين شركه تضامن جديده براس مال مقداره 3 مليون ريال. لو اطلعنا على مكونات كل من اللي هو اصول وخصوم او التزامات كل شريك من الشركاء لاحظنا ان الشريك اول 1000 طبعا اولا حصه كل شريك هي بتكون 3 مليون مقسم بالتساوي، بالتالي كل واحد بيكون حصته اللي هي 1.5 مليون، يعني اي نقص من 3 مليون على 2 يعطيني اللي هو حصه الشريك الواحد. الشريك 1000 طبعا حصته 1.5 مليون والشريك باء حصته ايضا 1.5 مليون. طبعا الشريك الاول 1000 طبعا اذا ما نظرنا الى مكونات الاصول والخصوم الخاصه به هي عباره عن سيارات 500000 اثاث 200000 و600000 بضاعه وبنك 400000 ودائنون طبعا اللي هو 200000. وبالتالي لو عدنا الى صافي او للوقوف على صافي اللي هو الاصول المقدمه هي عباره عن تكون اجمالي قيمه الاصول ناقصا اللي هو اجمالي الخصوم او الالتزامات. اجمالي الاصول عندنا هي عباره عن ايش؟ السيارات، الاثاث، البضاعه والبنك، وهي عباره عن 500 مضافا الى 200 700 بالاضافه الى 600 اللي هي 1.3 مليون وهكذا ومليون و700. ولكن في الجانب الاخر اللي هو ايش؟ 200000 اللي هي اللي هو دائنون، بالتالي بيكون الصافي هو عباره عن 1.5 مليون تسدد طبعا من صافي اصول منشاه. اذا صافي الاصول هنا في هذه الحاله يتساوى طبعا مع مقدار حصة اللي هو الشريك ألف في رأس المال. ناتي للشريك الثاني وهو باء طبعا رأس مال أيضا 1.5 مليون. فما هي مكونات اللي هي أصول وخصوم الخاصة به كما هي معطى معانا؟ هي عبارة عن عقارات وسيارات وبضاعة ومدينون وبنك ودائنون وصندوق. طبعا في اللي هو الأصول معانا اللي هو 400000 و 100000 سيارات و 600000 بضاعة ومليون مدينون وبنك 300000 وبنك 300000 الدائنون فقط معي اللي هي 1 مليون ريال. إذا صافي الأصول المتعلقة به اللي هي عبارة عن مجموع كل من قيمة الأصول العقارات والسيارات والبضاعة وغيرها بقية الأصول مخصومة منها 100000 اللي هي خاصة بالدائنون يطلع اللي هو الصافي اللي هو 1.4 مليون. وبالتالي هو ملزم هنا بسداد اللي هو كم؟ اللي هو 100000 ريال هي كتكملة لإيش؟ لرأس مال الشركة. طبعا المعالجة المحاسبية طبعا كلها هي نعم بتاريخ واحد، ولكن تم تفصيلها طبعا لاختلاف اللي هو مكونات الخاصة بصافي الأصول لكل شريك، بالتالي من باب اللي هو الإفصاح والتفصيل الأكثر تم إثبات كل قيد على حدة. وبالتالي كان أولا للشريك الأول 1000، فكان القيد اللي هي من مذكورين اجمالي الاصول كما هي دون اعاده تقييم او بدون اعاده تقدير، اجمالي الاصول ننقلها كما هي في الجانب المدين، مقابل طبعا يكون في الجانب الدائن عندي اللي هو حساب الدائنين وحساب ايش؟ راس المال، بالتالي يتساوى هنا صافي قيمه الاصول مع اللي هو حصته في الشركه الجديده التي تقرر تكوينها وهي حصته 1.5 مليون. اما طبعا الشريك الثاني وهو الشريك باء فكانت هي اجمالي اللي هو الاصول المتعلقه به مخصومه منها الدائنين، كان هناك عباره عن اللي هو فرق ب 100000، بالتالي راس المال كان فقط امامه 400000 والدائنون اللي هي 100000، بالتالي كان لابد ان يدفع ما تبقى عليه ب قيد اخر وهو كان من حساب الصندوق الى حساب راس المال، وهو استكمال لما تبقى من حصته في تكوين اللي هو هذه الشركه الجديدة.
طبعا المطلوب كان مننا اللي هو اثبات اجراء قدوم المال، لازم اثبات ما تقدم في شركه التضامن فقط وليست اللي هو في المنشاه الفرديه، ولكن قال في شركه التضامن. ايضا تصوير الميزانيه، طبيعي الميزانيه تحتوي لكافه الاصول مجتمعه لكل من الشريك الف والشريك باء مجمعه. فالعقار طبعا كان فقط مقدم من الشريك باء، وبالتالي فقط كانت 400,000 للشريك باء، وهي ظهرت في جانب الاصول الثابته اللي هي العقار. السياره طبعا قدمت، السياره الاولى كانت 500,000 مقدمه من الشريك الف، السياره الثانيه كانت قيمتها 200,000 مقدمه من الشريك باء، وبالتالي اصبح الاجمالي 600,000 ريال امام السياره. الاثاث طبعا كان مقدم من الشريك الاول 200,000 فقط، وهو من الشريك ألف فقط. أما الشريك الثاني طبعا لم يكن ضمن مكونات الأصول المقدمة من قبله اللي هو أثاث. الأصول المتداولة طبعا تتمثل في كل من البضاعة والصندوق والبنك والمدينون، ثلاث أو أربع مكونات رئيسية. البضاعة طبعا هي مقدمة من الطرفين، الطرف الأول ألف والطرف الثاني باء. الطرف الأول ألف كان 600,000، يضاف لها البضاعة المقدمة الطرف الثاني أيضا 600,000 الإجمالي 1,200,000. المدينون كان الطرف الأول طبعا لا يوجد فيه مدينون، ولكن كلها ترتبط بالطرف الثاني باء وهي 100,000 ريال. البنك طبعا هو عبارة عن حصيلة لكل من الشريك الأول والشريك الثاني. الشريك الأول كان اللي هو معه رصيد في البنك 400,000، الشريك الثاني كان معه رصيد في البنك اللي هو 300,000 الإجمالي 700,000. الصندوق هذه طبعا من أين أتت؟ هي عبارة عن ما سدده من فارق يتعلق بالشركة الثانية وهي 100,000 ريال. طبعا في الجانب الآخر اللي هي معنا حقوق الملكية اللي يتعلق بكل من الشريك أول والشريك الثاني، ممثلة بحصة كل منهم في رأس مال هذه الشركة. أما الالتزامات طبعا فهي عبارة عن الالتزامات الخاصة ب 300,000 اللي هي مترتبة، لأنه هنا طلب منا في 31 ديسمبر 2010، ولكن طبعا كان معانا اللي هو التزامات متعلقة بالشريكين اللي هم الشريك الأول 200,000 والشريك الثاني كان 100,000 الإجمالي متعلق بها اللي هو 300,000 ريال. الشركة طبعا تأسست في 1/1/2010، الميزانية طبعا في 31 ديسمبر، بالتالي استوعبت كل العمليات المالية التي سبق أن تم إثباتها في قيود اليومية العامة. الحالة الثانية اللي هي احنا بنصدد معالجتها تحدث حول قبول اصول وخصوم المنشأة الفردية، ولكن بعد عملية اعادة التقييم. كل ما تحدثنا عنه سابقا تحدث عن اللي هو قبول الاصول ولكن دون عملية اعادة التقييم. الاتفاق طبعا يتم عمل التقييم قبل اساس المحاسب القوانين او خبير، مثلا بعض تعلم المباني نعتمد على التري، ممكن نرتبط الموضوع اللي هو باستعانه بالخبير، ولكن يظل اللي هو مسؤوليه تحديد هذه القيم على المحاسب القانوني الذي تم انتدابه للقيام بعمليه على التقدير. اما الخبراء فهم فقط للاستعانه بهم في تحديد اللي هو القيم العادله لهذه الاصول. طبعا الغرض من اعاده التقييم هو الوصول الى تحديد قيم حقيقيه او ما نسميها قيمه عادله لهذه لكل من الاصول، والعمليه يترتب عليها انه ضروري عمليه اعاده التقييم. بينشا عندي حساب جديد وهو اسميه حساب هو حساب اعاده التقدير، حساب اعاده التقدير. هذا طبعا هذا الحساب بيفتح في دفاتر المنشاه الفرديه وليس له علاقه بشركه التضامن، بيفتح في دفاتر المنشاه الفرديه. اذا نقول هكذا ان اتفاق الشركه على عمليه اعاده تقدير لاصول وخصوم المنشاه الفرديه التي تقرر تنتقل الى شركه التضامن، مثل ما اسلفنا القول، يترتب عليه اللي هو فتح حساب عمليه اللي هو خاص باعاده التقدير. هذا الحساب يكون دائما بالزياده في الاصول والنقص في الالتزامات، بالقيد اللي هو من حساب من مذكورين حسابات الاصول بمختلف انواعها بمقدار الزياده اللي تمت فيها. حسابات الالتزامات ايضا نذكرها بتفاصيلها بمقدار
النقص الذي حصل فيها يكون طبعا في الجانب الآخر من القيد إلى حساب لوائحة التقدير. طبعا ما يتعلق اللي هو إثبات الخسائر إنجاز لنا التعبير فإنه طبعا بيكون عكس اللي هو القيد السابق خاص بالأرباح، أي أن يكون اللي هو من حساب إعادة التقدير إلى مذكورين اللي هي الأصول التي حصل فيها نقصا بمقدار النقص فقط، ومن ثم أيضا حساب الالتزامات الذي حصلت فيها زيادة. طبعا بعد كده طبعا حساب إعادة التقدير نفسه يقفل طبعا في حساب رأس المال، حساب إعادة التقدير يقفل في حساب رأس المال بحسب نتيجته سواء كانت ربح أو خسارة، سواء كان ربحا أو خسارة. في حالة أنه يكون حساب إعادة التقدير طبعا ربح يكون طبعا من حساب إعادة التقدير إلى حساب رأس المال، وإن كان طبعا بشكل بمثابة إضافة إلى رأس المال، ولكن إذا ما كان اللي هو حساب إعادة التقدير كانت نتيجته اللي هو خسارة، وطبعا بيكون القيد عكسي من حساب رأس المال إلى حساب إعادة التقدير، أي بمثابة تخفيض لرأس المال. وهنا طبعا أعتقد أنه في معانا اللي هو حالات عملية على اللي هو عملية إعادة التقدير، ممكن نتناول اللي هو بعض الأمثلة كما هي موجودة معانا في الكتاب يتعلق بعملية إعادة التقدير. المثال طبعا اللي هو موجود معانا في صفحة اللي هو 86 يرتبط اللي هو بتكوين شركة تضامن برأس مال بمقدار 2 مليون ريال مقسم اللي هو بنسبة 1:3 على التوالي على أن يسدد كل شركة حصته كما يلي: حصته اللي هو بالبنك، وأما الشركة الثانية باء التزامات منشأة الفردية على أن يدفع ويقبض ما يقل ويزيد عن حصته في رأس مال في رأس مال هذه الشركة الخاصة بشركة التضامن. أيضا اللي هو اتفق الشركاء على اللي هو فحص اللي هو حسابات المنشأة باء بواسطة محاسب قانوني، وطبعا كانت نتيجة التقدير على النحو التالي: أولا اللي هو المباني كما هي في ميزانية منشأة الشريك باء هي كانت قيمتها 300,000 ريال، لكن نتيجة اللي هو التقييم الذي حصلت اللي هو كان أن قدرت المباني ب400,000 ريال، أي أن هناك زيادة في قيمة المباني بمقدار 100,000 ريال، وبالتالي هذه الزيادة طبعا بتكون بمثابة ربح بالنسبة للمنشأة الفردية هي منشأة الشريك باء، وبالتالي بتكون في الجانب المدين من القيد المحاسبي خاص بحساب إعادة التقدير. يعني لما نأخذها على حساب ممكن نقول في هذه الحالة بقول من حساب اللي هو السيارات إلى حساب إعادة التقدير بمقدار 100,000 ريال. الحالة الثانية اللي هي قدرت السيارات مبلغ 100,000 ريال، السيارات كانت قيمتها عندي في الميزانية أساسا هي ب200,000 ريال، ولكن قدرها المحاسب القانوني ب100,000 ريال، هذا معناته أنه هناك في نقص في قيمة الأصول، في نقص في قيمة الأصول أيضا مقداره 100,000 ريال، بالتالي هذا يعتبر بمثابة خسارة للمنشأة الفردية، وبالتالي بيكون قيده طبعا من حساب إعادة التقدير إلى حساب إيش الأصول مثلا بالسيارات بمقدار الفارق اللي هو 100,000 ريال. أيضا بالنسبة للمفردة الثالثة وهي الديون المعدومة كان مبلغها اللي هي 10,000 ريال ديون معدومة، هي عندنا أظهرت اللي هو نتيجة عملية التقييم أنه في هناك ديون معدومة بمبلغ 10,000 ريال. هذه طبعا الديون المعدومة يتطلب الأمر أن تخفض من رصيد حساب المدينين، يجب أن تخفض من رصيد حساب المدينين. حساب المدينين عندي أنا كما ظهر ضمن أصول متداولة في الميزانية الخاصة بالمشترك باء اللي هو ب100,000، وبالتالي هنا طالما أنه في ديون معدومة مفروض يخفض اللي هو رصيد اللي هو المدينون وهو من ضمن الأصول المتداولة، معناته هنا فيه نقص في الأصول أيضا بيكون من حساب إعادة التقدير إلى حساب اللي هو المدينين بمقدار اللي هو الديون اللي تم إعدامها 10,000 ريال. أيضا أشار أن هناك فاتورة مشتريات آجلة قيمتها 100,000 ريال بتاريخ 2 نوفمبر 2009، أي في الشهر قبل الأخير من السنة المالية، لم يتم قيدها بدفاتر المنشأة ولكن أدرجت ضمن الجر، أي أنها ظهرت ضمن المخزون ولكن لم تظهر ضمن إيش المبيعات العاجلة، وبالتالي
لم تظهر ضمن رصيد ايش حساب الدائن، وبالتالي هنا معناته هناك فيه زيادة في الالتزامات بمبلغ اللي هو 100,000 ريال. وبنلاحظ أثر هذا طبعا على اللي هو القيد. من طبعا اليوم الوقت داهمنا للأسف، طبعا كان فيه انقطاعات كثيرة، بنضطر طبعا للاستكمال إن شاء الله في الأسبوع القادم، وبنركز أيضا بناء على طلبكم على اللي هو الفصول أو الأبواب اللي أنتوا أو الوحدات اللي أنتوا أشرتوا إلى تحتاجوا فيها إلى من التوضيح، سواء كان من خلال حل الحالات العملية أو التطبيقات الموجودة في الكتاب، أو ممكن نعرض أمثلة أخرى ممكن نجلبها معنا في الجلسة القادمة. استودعكم الله على علم، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.